برنامج سياحي هائل كيتسنانا هاد المرة، انطلاقا من مدينة زاكورة غادي نتوجهوا لمنطقة تمكروت باش نزوروا الزاوية النصيرية ونتعرفوا على صناعة الفخار الخضر باش مشهور إقليم زاكورة. ومن تمكروت غتكون محامي الغزلان هي المحطة الأخيرة لنا على واحد والدرعة، وبداية معبرنا لصحراء الشقاقة فين غادي نباتوا ونعيشوا أجواء البيفواك، فين غادي نكتشفوا ونستمتعوا بالكتبان الرملية مع غروب الشمس ومشرقها. وانتوما من شحال هذا كتسناو باش تعيشوا هاد اللحظة؟ إيوا ها هي الفرصة، جبناها حتى لعندكم. سي العالمي مرحبا، شنو هو البرنامج ديال اليوم؟ أولا مرحبا بكم رجال البلاد، ما سخاوش بكم وما سخيتوش بينا. وبالتالي البرنامج اليومي ديالنا كما غتشوفوا في لاكارت، حنا دابا في زاكورة، الانطلاقة ديال زاكورة. دونك حنا هنا غنخليو السيارات ديالنا وغنركبو بلي كات كات في اتجاه الشقاقه ان شاء الله. وقبل ما نوصلو الشقاقه غنوقفو في تمكروت اللي فيها الزاويه النصيريه وفيها واحد لافابريكاسيون ديال لابوتري، صناعه الفخار. ومن تما ديريكتوم غنمشيو للمحاميد، من المحاميد غنمشيو للشقاقه، وتما ان شاء الله غادي ندوزو للويله ديالنا. في الشقاقه غنباتو ليله وغنديرو تما لوكوشي الصولاي، واحد المنظر رائع اللي غيعجبكم ان شاء الله. مرحبا بكم، يلا نمشيو دغيا. يلا وانتوما ما تمنيتوش تكتشفوا هدوء وسحر الصحراء؟ داكشي علاش خاصكم ترافقونا من الاول حتى الاخر ديال الرحله ديالنا، حيت انا متاكده مخبيه لينا بزاف ديال المفاجات. ايوا نمشيو دابا نبداو المغامره. يلا بسم الله. سي ابراهيم، تبارك الله موجودين. ايه كي داير اخويا؟ بخير بارك الله. بارك الله، بارك الله، بارك الله يبارك فيك. السلام عليكم. بخير يا مولاي، كلشي لاباس؟ الله يحفظك. درتي لنا الباكاج ديالنا ديجا، يعطيك الصحه. يلا سير حبيبي سير. يلا مدينة زاكورة كتميز بمؤهلات سياحية مهمة اللي من غير الموقع الاستراتيجي ديالها كمعبر رئيسي في اتجاه مجموعة أقاليم في الجنوب الشرقي، فهي كتميز بكمية هائلة من المناظر الطبيعية. ودابا هاد الوقيته هادي اللي جينا فيها حنايا هي احسن الاوقات بالنسبه للواحد اللي بغى يزور هاد المنطقه ديال زاكورة والنواحي ديالها. هاد هي الوقيته، كتبدا من شهر اكتوبر، هاد هي الوقيته المزيانه، كتبدا من اكتوبر تقريبا حتى لابريل. الترفس الرابع ياك؟ الترفس الرابع. ولكن هذوك اللي تيجيو دابا في سميتو في الصيف، لا بيريود ديال الصيف، هذوك عاوتاني عندهم زياره مقصوده خاصه، هي خاصه حمامات ديال الرمال. الرمال هي اللي كدار في تينفو. اللي كتكون في تينفو في ديال زاكورة. ما بعيداش بزاف هنا تينفو، هو 25 كيلومتر واقيلا على زاكورة. 24 كيلومتر. ومن زاكورة بواحد 25 دقيقة تقريبا على الناسيونال تسعود، ها حنا وصلنا دابا لمنطقة تمكروت، وأول معلمة بدينا بزيارتها هي الزاوية النصيرية. بسم الله. السلام عليكم الحاج. هذه هي الساحة الرئيسية ديال الزاوية النصيرية اللي كتعتبر أم الزوايا من المغرب، هي اللي تأسست سنة 1575 على يد الشيخ عمرو بن أحمد الأنصاري. وزيارتنا للزاوية غتكون برفقة السي سعيد الناصري، سليل من عائلة سيدي أحمد بن ناصر مؤسس الزاوية النصيرية. شنو هما أهم الأقسام اللي يقدر السائح يزورهم في وسط الزاوية؟ الزاوية تقصد غير الضريح؟ هو اللي نقصد عندنا بالزيارة. والخزانة، الخزانة اللي نظمها سيدي أحمد الخليفة. وعندكم شي نهار اللي مخصص في الأسبوع اللي كديروا فيه شوية ديال الأذكار ولا احنا ولا بعد شي صلاة بين العشاءين؟ عندنا يومين، ليلة الخميس، عشية الخميس وصباح الجمعة. نستعملوا اللطيف. اللطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف ويا لطيف. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بلا
علاش كلي ساهم في إشعاع الصوفي والثقافي والعلمي ديال الزاوية النصيرية وخلاها توسع فروعها في مجموعة مدن وقرى مغربية هي قوة شخصية مؤسس الطريقة الناصرية الشيخ سيدي أحمد بن ناصر الدرعي والرغبة ديالو القوية في نشر العلم والمعرفة. ومن بعد ما كانت منارة علمية تخرجوا منها مجموعة علماء ومؤرخين هي اليوم محج سياحي ديني مهم في تاريخ المغرب. من الناس اللي كتعشق السياحة الدينية والروحانية خاصكم ضروري تجيو لزاكورو بالضبط لتمكروت في الفترة ديال الموسم اوكي عطوك هاد الزيارة كتعطيك واحد الراحة اللي يدخل لهاد الدرع هنا بعدا المقولة ديال سيدي عبد الله حسين جلس هاد الشيخ الأول مدفون في الضريع يقول لك أخذ العادة من ربه أخذ العادة عن الله لا يسوق له شقيا ما يقف على القبر ديالو شي شقي ولا محروم الله هذه المقولة ديال سيدي عبد الله حسين. حدا الزاوية كاينة حتى خزانة تاريخية بمخطوطات نادرة اللي كتعتبر ثاني أكبر وأعرق مكتبة في المغرب من بعد مكتبة القرويين. من غير الزاوية الناصرية تمكروت مشهورة حتى بصناعة الفخار الخضر اللي من الزاوية بواحد 7 دقائق تقريبا جينا الورشات فين كاع المعلمية ديال تمكروت كيبدعوا في صناعة الفخار. يلا يلا بسم الله احنا نديروا الزيارة للغالوغية ديال لابوتخي ان شاء الله. يلا لالا شمع بسم الله كاين المعلم خدام. السلام عليكم. كده المعلم السلام عليكم الله يعاونك. واش كدير اخويا؟ انا كندقو الطربات كنصابو الفخار. ايه وعاد غادي تغربلو ولا تصفيه؟ لا طوري كندقو كنديرو مع المهنيه يتخلط كيبقى واحد ساعتين ثلاث سوايع باش يخمر بحال شكل عجينه الخبز غادي يولي سو فورم ديال لارجيل. هي لارجيل اه. ومن بعد كنشرو واحد الليله هنايا بحال شكل لا فورم ديال البيتزا ولا غتلي كنجمعو كنعجنو بالرجلو باليد حيت الا فيه شي حجره ولا شي علفه ولا شي حاجه. ومن بعد كنديوه للتور حيت انا كاينين 7 ديال الفامي باسكو دو فامي مي نورمالمون كنا كنقولو 7 ديال الفامي كل فاميلا بالحانوت ديالها فين كاين التور وكل فاميلا بالفران ديالها. هاد الصباغه هادي كندخلوها للفران كتبقى في الفران واحد تقريبا تقول 5 سوايع كاع وعاوتاني كنديروا العافيه من التحت كتبقى الحراره حتى 1000 دوغري. هاد الصباغه هادي كتولي خضراء بحال هكذا. وباش كطيبو؟ كنطيبو بالشوك والجريد والنجره. ايوا حيت كانت واحد الجمعيه المانيه دارت لنا الفران ديال كذا راحت ديال التصحور وكيما عطوناش ميم كولور. ما عطاش الصباغه مات ما كتعطيش البريوم بحال هادي. ايوا الحمد لله. ومن مورا الفران شنو المرحله اللي كتجي؟ ليكسبوزيسيون ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. يلاه على بركة الله. الاتوليه قلتي ليا كعندكم منتوج كديروا بالحنه كاين هو بحال هكا. ها هو كيفاش بالحنه؟ منقوش بالحنه. هذا منقوش بالحنه. وهذا يتغسل؟ لا غير ديكوراتيف. دابا يتغسل ماشي مشكل حيت مفيكسي الحنه ديالو. طيبه. دير فيه الديسير لي كاوكاويت وسميتو ماشي مشكل. مزيان. غنشوف شكيل اخر فين هذا المحل كبير. كاين بحال هكذا كندير فيهم بحال كندير فيهم لي برينوم بحال هكا. لا بغيت انا تبصل لك انا كاين ديك الجبيبنه ديك الجبيبنه. لا انا نشوف هاد الجبيبنه هادي الله يخليك. ها هي كاين هاد الشكيل هذا هادي مفيكسيه بنفس الشكيل وكاينه الشكيل هو رائع. ما كيكونوش الزوقه ما كتكونش بحال بحال كتكون ان بو ديفيرون. كاين العيالات اللي تينقشوا هاد الشيء. لا رجال لي زارتيزون رجال اللي كينقشوا رجال. هاد شوف ديال شحال عندي هنا وجمعهم ليا حيت مازال تبعنا الطريق للصحراء ما بغيتهمش يتهرسوا. هاك قطعه من هنا. اشنو خديتي انت المدام؟ انا خديت المدام واحد دو بواطا بيجو خديت ليها بولا سالاد بو كيل بويس نو بريباري ان بو دو سالاد ولا شي حاجه. وسورتو باش تفكر ياك؟ اييه مسكينه ما اييه. باش البركه ديالك تبارك. فوالا اكزاكتومون. يلاه جمع ليه حتى انت هاد الشيء. بلا شك اللي خلى المعلم احمد يختار هاد الحرفه ويبدع فيها هو الحب والوفاء اللي توارثوا من جدوده لهاد الارض. وحتى حنا زاد حببنا معاه باش نعرفوا شنو هما خصوصيات المهنه ديالو. اسم ديالي احمد الفخار. المهنه ديالي فخار كصانع تقليدي. المهم هاد الحرفه هادي من هنا 30 سنه وانا خدام فيها
في الاول كنت في المدرسه، ومن بعد ملي ما تيسرت المدرسه جينا للمنازل الوالد. وهاد الفخار ديالنا معروف بالصبغه الخضراء، حيت هاد الصبغه هادي كنورثوها من الاجداد ديالنا. تما اصلا كيقول لنا راه الحرفه هاد الخضراء هذا الخضر ديال الاسلام. وكاينه ثاني واحد الصبغه اخرى، الصبغه الصفراء كنديروها بهذاك لوكسيد دو فيغ، حيت بحال هذيك، بحال الخضره بحال هذيك. طوميم طون حيت كاين اشكال اخرى كاين ماشي ديال هنا، حيت الخضر هو باش معروف هذا التمكروت. وكاينه واحد لامارك عاوتاني كنلقاوها في هذا الفخار ديالنا، كنلقاو هذه البياسه هذيك العلامه ديال اللي كنلقاو في لي زارتيكل ديال الخضر، هو ديال معروف بالفخار ديال التمكروت. حيت هذه كنديروها في سلعه في الفران، ندير وحده فوق الوحده نورمالمون. الا ما لقيتيش هذه في الارتيكل ديال الخضر ماشي ديال التمكروت. ونعمل نورمالمون مع السياح راه كيعجبهم هادشي ديالنا، كيشريو هادشي ديال لي زارتيكل ديالنا، كيجيهم على برا كياكلوا فيهم. وكاين اللي كيرجع يدي لي كونتيتي وعاود يمشي ويرجع على حسب الجوده ولا كاليتي. وفي ساعه تقريبا من تمكروت كملنا طريقنا على امتداد واحد واد درعا حتى تحدات في محاميد الغزلان. ومن محاميد الغزلان تحدات الطريق الوطنيه رقم 9، وبقات قدامنا غير اون بيست صحراويه ب 50 كيلومتر تقريبا اللي ما كنا نقدروا نقطعوها غير اون كات كات، واللي مره كنا كنشوفوا شجر اكاسيا وتاورزة، ومره كنا كنقطعوا في وسط كتبان رمليه ومسارات عطاتنا شعله زايده من الادرينالين. الناس اللي عندهم الكات كات ياك، واش يقدروا يجيو بوحدهم ولا خاصهم ضروري يجيو مع اصحاب النقل السياحي؟ لا ضروري من المرشد ولا يكون عنده الجي بي اس البومبي، هذا مهم ضروري من المرشد خصو يكون معاه، لحقاش لما كان معاه المرشد يقدر يتشلى في الصحراء هناك. وحنا قاطعين في وسط هاد الطريق الصحراويه من بعيد بانوا لينا نسى رحاله جالسات في جنب البير وعارضات بعض المنتوجات اللي تارتنا بالوانها، وبطبيعه الحال قررنا نوقفوا عندهم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس الحمد لله. اختي لاباس؟ لاباس. صل عليك. اشنو اسمك؟ الله بدا سماني الله. متشرفين لاله بدا. اشنو كتبيعي؟ اهلا. تنبيع البازار هذا العكيك طنضمون قدوه. هادشي كتصوبيه بيدك؟ اييه تنصوبو بيدي. غزال هادشي. غزال تبارك الله. الله يعاونكم. اييه. والسيكه اللي موراك. اييه انا راه غادي ناخذ انا شي صويك للوليدات. اييه. لاله بدا شحال داير هاد الساك؟ هذاك 3000 الوحده. هذا 3000 الوحده. خدمه هادشي كله انت بيديك؟ اييه خدمه بيدي كلشي داك اللي شفتي. وهادو الصغار 100 درهم. هاد الصغار تندير لهم 100 درهم. مال هاد الوينات غزالين هذا شوف. واش نبقاو نتفكروك بها لاله بدا؟ اييه يعطيك الصحه. انا شوف. جامعك. انت خاصك تاخذي شي معاه واحد باش نبقاو ما تلبسيه تفكري فيه الشقاقه، تفكري بها الصفيره. هذا زوين، هذا زوين. والويلات اوريجينال. ها؟ كلشي زوين تبارك الله. الله يعطيك الصحة. وحتى انتم ملي تكونوا شادين طريق الشقاقة ما ترددوش توقفوا، تعرفوا على معيشة الرحال، غتلقاو النساء في جنب الطريق، ما ترددوش حتى هما تشريو من عندهم وتعاونوا معاهم. ياك لاله بدا؟ أيه. غتقدي معاهم حتى انت في الثمن. أيه. شكرا. احنا وصلنا في لو بون مومون. بون مومون عليكم. غنمشيو نديرو دابا لو كوشي دو سولاي. تيت سويت. يلا مرحبا بكم. على بركة الله. السلام عليكم. كيداير اصاحبي بخير؟ ماشي مزيان. احسن طريق. يلا بسم الله. احسن ترافيرسي. دابا غنديرو لو كوشي دو سولاي. احسن طريق ديك لا ديك. يلا دابا اجيو تبعوني. كوشي دو سولاي. الي 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 الي. شقادة. يلا مشو تالي. يلا زيد تبعوني. يلا اي يلا الله شوف. يلا اجيب يا اتاخ. يلا زيد. درنا واحد السيفا سي جعفر. جعفر ندير واحد السيفا انصومبل. واو واو. اجي يلا هيا. واو
avec le coucher du soleil. Hey. شوف مع الشمس مع الشمس. هاي الشمس هذيك اللي دارت لك. تاجي. شقاقة. درومادير شقاقة. هي اروع منطقه في المغرب ممكن دير فيها واحد لوكوشي الصليف في منتهى الروعه. هي هذه هي الشقاقه واحد الكميه من المناظر الطبيعيه. شوف لي دي او ميليو دو نول بار. لا فين بينا ندوزو الليله ان شاء الله. الله اييه شو تبارك الله لو بيفوا كيفاش ايكيبي في وسط الصحراء. شو لا امبريسيون انك تقدر تخرج في ديكور كيفاش هكذا مشي. يلاه سي جعفر. نعم اخويا ما جاك البردي الا بغيت تسخنها العافيه. جلسوا هنا خويا. جاك الخير جاك الخير. نادي الله يحفظك. الله يعطيك الخير. الله يحفظك. الله الله يكرمك. الله يكرمك يا مولاي. انا الا عندك مسوس بلا سكر. الله اييه الله والله الا كويس زلاتي رد ليت به المجاج. واه وحتى البيفواك ديالكم انيقه. لا من الاخر راقي زعما باش تلقاها بحال هاد الخدمه في وسط الصحراء. سي سي ان فري لوكس. الله بسم الله. يلا سي سير. هادي لا شوبغ ديال من؟ هادي ديالي. هادي ديال جعفر. ديالي. واو شوف لي شحال كبير. هاي 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 الحمد لله. غرفه ملكيه. طونت رويال. سويت رويال. زوين. وكلها واش عطا الله. زوينه. واش كاع ليك واش كاع لي طونت بحال هكذا؟ ياكلوا بحال هكذا. سينو باش نتحاموا عليه نخرجوه منها. الله. اسيدي بالصحة والراحة حنا غنشوفوا الله يعطيك الصحة. كل واحد فينا خذا الخيمة ديالو وارتاح ووجد راسو للشهيوة اللي كتسنانا كاملين هاد الليلة. شنو هذا المشوي ديال اش؟ هذا المشوي. جديد. وانت يا شيماء ما قلتيش لنا شنو كدير في الحياه المهنيه. شنو كندير؟ درت مسار طويل في مهني طويل في ميدان التكوين ودابا انا في مرحله اخرى. قلت خصني نبدا نسافر وان فيت سي لو فواياج بور سينيور. سافو دير كو ملي حنا كنخرجوا من الخدمه وكنوصلوا لواحد السن نقولوا ما بقى ما يدار ما كاين ما يدار. واللي بغيت دابا ندير هو انه كاع الصديقات ديالي نجرهم معايا في هاد الجولات اللي غادي ندير واللي غادي تتاح ليا الفرصه بصفه او اخرى انني نديرهم داخل المغرب ونجر معايا الصديقات ديالي اللي غادي يبغيو يجيو. واش هذا وقت الخبز؟ نعمي لا فورشيت. ما نو اسيدي الله يعطيكم الصحه. انت حضرنا ليها. الله يحفظها. تطابت على خاطرها. يلا تكلف انت تكلف. يلا اختي طيبه. بارك عليا انا صافي. شكرا سي. شكرا. يلا يلا صباح الخير. كيف لقيتو مزيان؟ بخير. غنطلعوا لفوق اللي غنديروا لو لوفي دو سولاي ان شاء الله فوق ديك لا دون. يلا غنسربيو شويه. شافو لا غيغيير. هالي 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 لا غازيل. هالي برافو. هالي 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 بغينا نديرو بحال حضرة شمة. هالي كوراج. يلا دفات سي بغا في البافيدا واحد كترجع كتهبط. ما بقى لك والو. اوني او سومي. برافو. هالي برافو جعفر. فقنا مع 6 ديال الصباح وطلعنا لاعلى دون هنا اللي هي تقريبا 260 متر الارتفاع
علاش؟ باش نقول لكم صباح الخير، صباح الخير من قلب صحرة الشقاقة وفي قبلة هذا المنظر الرائع. واش كاين شي اتاي؟ دابا وقتو. اييه. يلا. ايوا معاه. بسم الله. اجي وحدايا. يلا تفضل. راه بدنا مجهود. ونستاهلو. ما عرفتش شنو كاين في هاد الطويجين. هيا. اون اومليت بغبغ. اون اومليت بغبغ. وسبقوها هي قبل ما تبرد. ومن بعد وجبة الفطور المتكاملة في وسط الصحراء ما كاين ما احسن من شي جولة في وسط الكتبان الرملية، ولكن هذه المرة على ظهر الجمال. السلام عليكم. واو ياك لاباس؟ بقينا نتسناو. اخبارك ما تسل ياك لاباس؟ هنا واحد غنركب انا غناخذ هذا. ها انا ناخذ هذا القريب. هذا زوين شوف كاين الضحك. صافي نطلع بلاتي لا شام ما عطيهمش شي سميات هاد الجمال. واه ناري ناري ناري. انا ما عمرك ركبتي فوق الجمال. انا راكبه وعارفه هاد الطلعه هادي. ايوا واعره انت باقي ما وقفتيش. لا لا غزاله الركبه. شوف انا حا انا فهمتو هذا مش جيت لي نيشان. ناري دايرين بحال دوك لي كارافاني اللي كيكونوا غاديين في الصحراء. القافله 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 وجدودنا وجدودنا ولا ولا جدودنا اللي مشاو للحج مساكن على الجمال. اون بلوس اللي زوين في الجبل انها كتعطيك واحد الرؤيه حتى لدوك لي ديال اللي بعاد. اون في جلوبال. بانوراميك سي فريمون اون في بانوراميك. طالع البدر علينا من تنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جعفر وشامة وصلنا للنهاية ديال تقريبا الرحلة ديالنا. قولوا لي شنو الانطباع اللي عطاتكم هاد الاكتشافات في وسط الجنوب الشرقي؟ ختامه مسك وأحسن غادي نقول لك أحسن فواياج في العالم و لا بروغراماسيون وكل شيء كل شيء كل شيء كان زوين. وها انتم شوفوا عرفتي باش تكون كتحس بواحد الحرية وبواحد القوة فهاد المنظر الخلاب. يا سلام يا سلام. انا اختي خليوني هنا خليوني هنا ما بغيتش نمشي. سا
سيتي فواياجور دو طون، خارج من الزمان ديال 2021. انا بغيت نشوف النزلات ديال شامة. على شامة نغوت بلاتين. يلا زيد 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 زيد. هالي نديرو شي صورة. هالي مع الجمال، كيبانو الجمال. زيد شامة زيد. انا 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 الله. يلا ثلاثة جوج. اجي معنا، دخل دخل. زيد زيد زيد. ثلاثة هالي جوج واحد. شكرا. وانتوما واخا نعياو وما نعاودو لكم، هاد التجربة اللي عشنا كتعاش، خاصكم تجيو وتكتشفوا المنطقة. حنا ما سخيناش بها ومياحتنا غير تجدد معاكم من هنا 15 يوم مع منطقة أخرى ومع مجموعة جديدة. الله يمسيكم على خير. وحنا شنو خاصنا نقول لهم باش يجيو؟ اجيو تزوروا بلادكم. سلامة. سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.